السلام عليكم، أدعية مستجابة لجلب الرزق. ولكن قبل مشاهدة الفيديو ادعمونا بإعجاب ومشاركة للفيديو مع أصدقائك. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا وأشكرك شكرا كثيرا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. الاستغفار يجلب كل خير، فأكثروا منه تنالون ما ترجون. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق الله العظيم. الصدقة تجلب الرزق، فما ينقص المال من الصدقة إنما يزده ويبارك فيه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيما. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي من توكى عليه كفاه، الحمد لله الذي من وثق به لم يكله إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين ينقطع الحيل والحبل منا، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. حدثنا عبد الله، حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمرو، حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق القرشي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال: أتى عليا رضي الله عنه رجلا فقال: يا أمير المؤمنين، إني عجزت عن مكاتبتي فأعني. فقال علي رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل صير دنانير لأداه الله عنك. قلت: بلى. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواه. جاءت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله خادما، فقال لها: قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. في رواية عن معاذ قال: كان لرجل علي بعض الحق فخشيته، فلبست يومين لا أخرج، ثم خرجت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، ما خلفك؟ قلت: كان الرجل علي بعض الحق فخشيته حتى استحييت وكرهت أن يلقاني. قال: ألا أمرك بكلمات لو كان عليك أمثال الجبال قضاه الله؟ قلت: بلى. قال: قل: اللهم مالك الملك، فذكر نحوه باختصار وزاد في آخره: اللهم اغنني
من الفقر واقضي عني الدين، وتوفني في عبادتك وجهادا في سبيلك. يا كريم، اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخوافر لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسا وفرجا من بحر كرمك. أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سواك غيرك، فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشين، فببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون. يا كريم يا رحيم، اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواه. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أستحلفكم بالله ألا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم في نشر الخير الكثير. وبارك الله فيكم.